عسلامة مدام. عسلامة. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، مدام الواحد يدور ويتنفس الحمد لله، شدة فالله. مدام انت هوني تسكن في الحفصية؟ وي. عندك أربع صغيرات عندهم مشكل تأخر في الفهم، كيفاش اكتشفت المرض نتاعهم؟ بالطب النفس، ما يفهموش القراية، ما كبتوش. المرض نتاعهم ولا فيه معناها الطلب نتاعهم، معناها المرض عندهم ولا فرد الحركة، معناها حالة نتاعهم مش منهم، معناها عندهم معناها تابع المرض نتاعهم فرد الحركة هذه، فهمتي؟ ما قدرهم حد، ما في كل شيء، في كل شيء أقصى ظروف. أنا راجلي مريض كونسير، جدا عنده المصار يعملوا في نزيف، عمل 9 عمليات، عملوا له قصوا له المصار نتعقد وعملوا له شكاره. راجل دخل حاله نفسانيه في شارني كول، ولوا نحو هيرو عملوا له بلاكا، ما يخدمش. 245 شنو مش تعمل في 4 صغار، جدا كاري 300 بين الضو والماء، 3 ملايين، معناها 245. اما نقري بهم ولادي وتيد البرة، اما نوكل بهم ولادي، اما نخلص ماء، اما ضو، اما نخلص كراء. هذايا مليون عبد، مليون وما وصلش، خلي 245. انا نهار الاربعاء مشيت للولايه انا وراجلي اللي ما عنديش باش نوكل ولادي، بالحق قاعدين يقعدوا للشر، ما نجمش نخرج نخدم خاطر ولادي مرضى، لهم لهوه خاصه، هما حاطينهم كاسبيسيال، معناها يلزمني انا زاد عندي لهوه في الدار معاهم، فهمت؟ مدام معناها قلت لي في الكواليس انهم في نهار من النهارات تعرضوا للتنمر في المدرسه. اي في المعلمه اللي كانت تقري فيهم سنه ثالثه. تو الحمد لله كلي نقلوا للسنه رابعه، الحق المعلميه معناها كلي كانوا سيسوا فيهم. كانوا ما فهموش الوضعيه نتاعهم، وما ثم معلميه جدد ما يعرفوش اللي هما كاسبيسيال، فهمتي؟ هذه ترجع لمدير المكتب في قناه اخرى. هبطت على ولادي مرمين اخر طاوله، كي تفرجوا في الفيديو تعاملوا مع ولادي اللي يحطوا فيهم، خاصه امان الله لذيلي اللي هو يلزم يدمج مع الصغار، اللي هو يزيدوه ساعه وينقصوا له في المواد المرة هم، معناها ما نعرفش انا كلي نجموا يهزوا هالي جمعة جمعتين ومن بعد يتبدلوا، هما هما معناها ثم ربي في الدنيا. مادام عندك واحد من صغارك زيد ديغنيغمون اكتشفت لي انه عنده بداية التوحد، يعني فجأة وليت ترى فيه يسرح. يسرح يعني لدرجة انه ما عادش نجم يجاوبك، تحكي معاه تقوش عليه راقد وهو فايق. يضرب لي ساعتين وانا ذاك نحكي 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 نحكي، ما يجاوبنيش. بداية التوحد خاطر ولدي مشو قاعد يتمج مع الصغار، يلزمو يدمج مع الصغار. التوحد هذيك معناها كلي هو كي يقعد وحده يولي يعمل بداية التوحد مع الحالة اللي عنده. معناها هذا شنو فسروا لك الأطباء؟ يلزم يدمج، يلزم ديماج مع الصغار، يلزم يلعب مع الصغار، يلزم المعلمة توسع بالها معاه وتفسر له، مش بالكتيبة، يلزم تفسر له وتعطيه مثلا شفت النص، يلزمه هو على 3 تعطيه قد الحالة نتاعو اللي مطلوبة في الدوسي، فهمتي؟ هما كانوا يعطوا فيه في حالة صعيبة، الحالة الصعيبة هذيك اللي هو معناها أكبر من مخه، معناها هو عنده صعوبة التعلم، عنده الصراع، ياخذ في الديباكين وكاردينال، معناها يلزم يمشوا كي حسب الدوسي نتاعهم، فهمتني؟ انا الظروف اقصى ظروف، لا فهمني والي، لا فهمني معتمد، في بالهم الكل، العمده في باله، صور الدار واللي انا ظروفي اقصى ظروف، اللي نرقد انا وراجلي على الليات، زوج جراري عاطيهم لي بنت حلال، اكلي الرسول اكل الحديد طالع، باللي في النفشر الشفرارش فوق منهم يرغوا بجنابهم الحديد طالع، فهمتني؟ كان جيت نخدم انا ما نسحقش لعانتهم وما نتهانش انا. انا لو البارح بركه معناها كلي في المعتمدية قال لك السيد المعتمد انا ما عنديش جريري منين مش نعطيه، قلت له انا انتم مشكم معطيني، راهي نتاع الدوله، راني نمشي الرئيس القيس سعيد ونهز صغاري ونمشي، انا بنت تونس ولادي ولاد تونس. اعطاني جواب للتضامن، انا نخزر وقت اللي قبل ما ندخل الاداره نخزر المراه كي مخرجين لها ساشيت القاضيه اللي هي نهج معناها كلي مخبي، انا وقت اللي خزرت لها نلقاها مخرجينها على سيره منطقه باب سويقه، معناها باش ما تشوفهاش العباد. علاش هي اللي عانى كي تتعطى سيد رئيس الجمهوريه تتعطى اللي معناها اللي عندهم معناها ظروفك اللي معناها ظروفك اللي الزوالي تتعطى بالسرقه؟ ما تعطاش بالسرقه، بالعكس الخير انا قبل ما نتمناه لروحي نتمناه للمؤمنين الكل.
جواب الساعة اللي مدتهولي في المعتمدية، قالت لي كي يعطوك الجراري ما يوروش ليك قدام العباد، يعطوك بالسرقة. علاش انا نسرق وانا نخطف؟ انا هذه معناها من حقي وحق ولادي باش نطلب الاعانه نتاع ولادي. قال لك لا سي محمد اللي في التضامن، قال لك لا ما نعطيك جراري كان للي ديارهم طايحين. كي انا تطيح الدار واش فين باش نفرشها الجرايه؟ راهو ثم منطق يتقال. علاش انا مشني بنت تونس؟ راني بنت تونس، ولادي ولاد تونس، فهمتني؟ جدا ظروف اقسى ظروف. ابعث لي انت صحفيه من عندك وشوف حاله داري شنو هو. انا وصلت شتالي تعدت الماء هرهر عليا انا وولادي، ما الثلاثه نتاع الصباح مقاومه صغير، معناها اللي كان سبيسيال مريض مقاومات وبط عليه الماء مش هبط عليه سقف بيت النوم، وندز في الماء مقاومه ولادي على الكراسي وندز في الماء نخرج فيه لبرا. جدا شو الصحفي وصوروا وهبط فيديو كلكم تفرجتوا فيا، حتى حد ما عمل لي حد شيء. انا في بيننا وما عمل لي شيء. العمده نتاع الحفصيه يعرف اللي عنده ويعرف اللي ما عندهوش، ولو ياخذوا فيها الاعانات اللي لاباس عليهم. انا كان جيت لاباس عليا ونخدم ما نطلبش طرف اعانه ونطيح قدري على طرف اعانه، اما راهو من حقي هذه الدوله هي اللي تعطيني في الاعانه. الدوله هي اللي تعطيني في الاعانه، راهو ما ثمش حتى واحد جبد واعطاني من مكتوبه. فهمت؟ سيد المعتمد ما يقابلش العباد. ما يقابل يمشي انا مثلك من 8 نتاع الصباح النص نهار ما يقابلش العباد، يحرز نهار الاربعاء خاطر بون وعطتهولي من الولايه. فهمت؟ قال لك انا ما عنديش نعطيك من مكتوبك. بالحق حسيت روحي تهنت، انا حسيت روحي اللي معناها نقص من عمري خاطر طيحت قدري انا. اما نو راني نطلب في حقي وحق ولادي، هذا اللي من الدوله التونسيه راهم ولاد تونس. هذا انا في كل شيء كان في عانه نتاع مكتوبه ياخذوها اللباس عليهم، كان في ماكلة زادة كيف كيف، هي شنو يعطوني في إعانة من رمضان لرمضان زوز كيلو مقارونة، أربع كوات شوربة، إيترازيت قطانية، فهمتني؟ اللي إحنا ثمانية من الناس في العائلة، قلت ثمانية من الناس استغفر الله العظيم، ستة من الناس في العائلة، أربعة صغار والأم والبو، فهمتني؟ وبالمكشوف مش لي نكذب، معناها راني هبطت، معناها كل شيء بالصحفية كل شيء يصوروا. انا غاز وفريجيدين وفور اخذتهم لي المراه بنت حليل، انا من قوت المال يهرهر عليهم بقى كانون واحد يشعل راس واحد من الغاز. انا برحت له لحظه قريب خليت ولادي تامة، الغاز منقوب من لوطه مقوت متبل مشتاه للي مفخ عليه حتى من شعري تحرق انا شاطرو، افهمت؟ وهربت ولادي خرجتهم للكروار، قنبل علي انا الغاز، شكون مش يعيشهم لي انا صغاري؟ فهمتي؟ معناها راعولي بعين الاعتبار، وكل مسؤول نوجه له صوتي، هذاما القاصرين حطوهم ولادكم وتنجموا تودوا يدكم يد المساعده، وراني بنت تونس، ولادي ولاد تونس، فهمتني؟ مش لي هذا يجي مرجه تصور تهز فيديو وتطفي ضوء وتحسب روحها ما في بالهاش، عمده زاده يصور ويحسب روحه ما في بالهوش، ويعرف ما كذلك العمده نتاع الحفصيه، يعرف الظروف اللي نعيش فيها انا، يقول لي البارح اللي في بالي بيك ونعرف الوضع، كيف في بالك بيا؟ اتحرك ومد يدك للمساعده ومش من مكتوبك تمد لي انا. مدام بالنسبه للعبيد اللي تنجم تعاونك حتى بتصليح معناها المنزل نتاعك، قلت الدار تقدر مش داري، انا كاريه، انا كاريه 300,000 كاريه الكري، معناها 245 راهم عندهم ما يعملوا. انا جدي نعطي الكري اللي ما ثم حبيب ربي لهذا 10 20 باش نكمل الكري. هذا خاتي الماء والضوء ما مش يتقص علي الماء ومش يتقص علي الضوء، ومعيشة ولادي صعيبة علي برشا. الكيلو نتاع الفلفل في الحلفاوين وصل 6000، فهمت؟ كيلو البطاطا وصل 2800. انا ما عندي باش نشري هذا، ما نجمش باش نشري انا الخضره. مادام احنا باش نخليو رقم الهاتف نتاعك للعباد اللي تنجم تعاونك، اللي عندهم صغار ويحسوا، اللي يحسوا اللي عندهم صغار، معناها اللي صغار هذيما اللي ما نجموش حتى يعيشوا ما نجموش يعيشوا. قلت لي اللي ولدك هو حافظ النومرو. بطبعا ولدي اللي الكبير امان الله. باش يعطينا رقم الهاتف نتاعك. 9263049. تسعة 6 3 2 0 4 9. يعطيك الصحة. تحب تقول كلمة أخيرة مدام؟ اللي يعمل راهو يعمل لربي سبحانه. وحطهم يا سيد رئيس الجمهورية، حطهم ولادك اللي هازم جواعة ويباتوا بردانين، وخاصة الماء هابط عليهم من الصحة. أنا سامحني بعد إذنك اللي مقيدة من 2012، مقيد راجلي في متاع الديار
فهمتني؟ نحب دار لولادي، انا نطلب دار الاربع صغار قاصرين اللي هما كا سبيسيال مرضى، فهمتني؟ ما عنديش باش نعمل لهم انا دار، الملك لله سبحانه، اما من حقي باش نطلب لولادي. يعطيك الصحه مدام. عايشه.